المشغل نتاع رب المخبزه نتاع تفعنوت اللي فرض التنميه نتاع العمال ظلما وعدوانا لانهم جاو انتموا لنقابه الاتحاد العام للشغالين بدافع منه هو اللي دفعهم انهم يمشوا للنقابه من اجل تسويه الوضعيه ديالهم في مع الضمان الاجتماعي في جائحه كوفيد 19. من بعد ما تسوات الوضعيه نتاعهم ومن بعد ما تستانف العمل تيجي تيقول لهم على اساس انكم لكل من تم النقابه انا ما عندي ما ندير به وتم الطرد والتشريد نتاع 8 نتاع العمال. ومن هذا المنبر هذا نطالب من الجهات المسؤوله باش تعاود تواصل مع هاد الناس هادو اللي هما ضد العمل النقابي واللي كيحاولوا ما اكثر انهم يفسدوا التضامن والتكافل اللي عرفته البلاد ديالنا في جائحه كورونا. انا عادل مدير بمقهى ومطعم تفرنيت من احد العمال المطروحين بواحد الطريقه بشعه بزاف، وغنبدا معكم القصه ديالنا على السبب ديال الطرد. ما عندي حتى شي سبب اصلا هذا المشكل هذا غادي تقول على المشكل. خلينا مع هذا المشكل لان نحن في الازمه ديال كوفيد خرج لنا سيدنا الله يسلمك هذا الدعم هذا عن طريق الضمان الاجتماعي في القضاء. حنا كنا مشينا لاصناف الكورونا يعني حنا التسكن الواقعي قرار رسمي مشينا لاصناف الكورونا وعلى جميع شروط الاستفاده وطمأنا وفقنا بهذا القرار الملكي وجلسنا بان ناخذ 2000 درهم ديال الدعم ونستافدوا ونجلسوا ونتاحنا الشروط ديال السلامه ديالنا ونسمع وليداتنا. من بعد من خرج الاستفاده الاولى ديال هذا الكلام كنتفاجئوا بانه الاخوان كاملين اللي عندهم مصيبه محلات اخرين استافدوا مع ذلك محل ديال تفرج وفاش جينا كنسولو المشرفين على السبب كيعطينا التدريبات كاذبه وهو كيقول اصلا الطرقات اللي كتاب ديالو كيجاوبنا بواحد الجواب بانه راه حنا شنو هو المشكل ديالنا بان حنا خدامين في المخبزه وحنا ما خدامينش في المخبزه على علم ان خدامين في الدار خدامين في المخبزه يعني ديسي بارتينا سربايا ودي الارمان وكذا يعني كسب على الهواء كيقول لنا باننا انا ريجيستر كوميرس ديالي مكسوب على الهواء وهذا جواب غير مقنع. الا عنده هو خروقات في القوانين ديالو باش يصلحو ولا عنده تعرض للضرر ديال الشيء اللي كيحكي عليه وانا كنت مسؤول عن هذه النقطه خوف هذه المساله ولا ارسال لجان البحث ارسال لجان لمقهى عن تفرغ للبحث هذه القضيه ديال هذه المكتبات ديال هذا المحل لان السيده كتبنا السلطات ومن ذلك الموضوع المشكل اللي وقع بانه قال لنا كيتحيد دينا وكيجيب لك المشكل ديال كيجيب الشهر انا كنتسناو من بعد كيفاش انا كيجيب لنا الملف ديال كيطحنوا فينا حنا هنايا وحنا في كوبريا وكذا والى اخره وعمال وحنا ما شفتو هي حتى رجع قدامي معاهم بالمعقول قدامي معاهم كنضربو معاهم تمارا وكنضربو معاهم السوايع زايده وصابرين معاهم وكنضربو معاهم الصبر والقوه ونديرو هكا ونجريو ونخادو معاهم في الاخر يحضرونا بهذه الطريقه. علاش؟ لان طلبنا حقنا ديال كوفيد ومشينا عن طريق النقابه. هاد التهديدات هادي ما كنتمناش المسؤولين يدخلوا واحد التدخل اللي هو فوري ويتبعوا الملف ديالنا عن كثب. حنا دابا راه واقفين من العمل والجائحه خلات الاثار ديالها علينا. حنا راه وليداتنا كاملين هاد الاخوان ضيفين في واحد المرضيه صعيبه هاد النمط يعني كنطلبوا بحل ملموس وفوري ومستعجل. كنطلب جميع المسؤولين اللي عندهم دواوين الاختصاص يدخلوا. وشكرا لكم. حنا راه الامل ديالنا في القضاء المغربي يصرفنا. شكرا لكم. تحيه لكم جميعا.